حياكم الله أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد، إطلالة على الخليج العربي الذي نحب، إطلالة على عمان هذا البلد الشاهد على امتدادات التاريخ في وطن لا ينسى أن الحضارة تصنع المجد وتؤسس للمستقبل، هذا المستقبل الذي يحمله الشعراء أمانة على أكتافهم حتى يزيد الحياة سعة، ومن أولئك الذين انبروا للحياة حتى يزيدوها سعة الشعراء السيدات، ومنهن شاعرة هذا العدد. بالنيابة عنكم أعزائنا المشاهدين، اسمحوا لي أن أرحب وبالأصالة عن نفسي بالشاعرة بدرية البدري من سلطنة عمان. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا فيك يا مصطفى. أستاذة بدرية، بداية دعينا نتحدث عن فكرة الشعر في نفس الشاعر، هل هي عبارة عن ألم يطفح على وجهه فينعكس على أقلامه على أوراقه على كتاباته، أم هي رغبة كما يرى البعض، أم هي ربما نوع من أنواع الترفيه؟ بالنسبة لي أنا أشوف أن الشعر هو الحلم بحياة أجمل، نعم، بعالم خالي من الحروب، بالسلام الذي نرجوه ولا نجده، بالأطفال في كل مكان، بإنسان لا يكبر ولا يشيخ ولا يموت، يعني بالحب بالحرية، نعم. هذا هو الشعر. ما المطلوب حتى يعيش الشاعر عمرا أكبر من عمره وتظل سيرته حية؟ أن يكون صادقا مع القصيدة. فقط الصدق أم الصدق. أن هناك شيئا آخر؟ هو عندما يصدق الشاعر مع القصيدة فهو يعطيها كل شيء، يحبها كما يحب طفله كما يحب أمه. لذلك إن صدق الشاعر مع القصيدة، نعم، سنجده يعطي القصيدة كل ما تحتاج إليه. أحسنت. لتكون عروسا، نعم، وربما هذا الصدق يدخل في المبادئ الأساسية التي تكون الذات الأخلاقية للشاعر. أستاذة بدرية بدري، لنذهب الآن إلى حديث مختلف، هل مثل ما طرحت من معايير الحب الإنسانية الحزن على الأطفال إلى آخره، هل هذه من المبادئ الإنسانية السامية التي ينبغي على كل شاعر أن يتبناها، أم فقط جمهور من الشعراء؟ برأيي أن الشاعر إن لم يكتب في هذا الشعر فهو، نعم، ليس بشاعر. ما هو الشعر أو من هو الشاعر؟ نعم. هو الذي يشعر بألم كل إنسان في هذه الحياة، سواء كان هذا الإنسان عاشق، سواء كان هذا الإنسان يتيم، سواء كان هذا الإنسان مصاب في حرب، نعم. إن لم يشعر الشاعر بكل هؤلاء فما هو الشعر؟ طريقتك المفضلة بالتعبير عن التضامن والتعاطف مع كل المظلومين، هل فقط من خلال القصيدة والإحساس بها؟ ربما كل ما يمكنني فعله هو كتابة الشعر. كتابة هذا الشعر. أبسط يعني أو أكثر ما يمكنني فعله. نعم. ثمة أشياء خفية يفعلها الإنسان بغض النظر عن كونه شاعر أو لا، يعلمها الله وحده، ولكن كشاعرة، نعم، علي أن أكتب وأكتب وأكتب الشعر. واد غير ذي بوح، لماذا، نعم، كان هذا عنوان ديوانك؟ وهل هو الديوان الأول أم سبقه دواوين؟ هذا الديوان هو ديواني الأول، نعم، متريثة كثيرا أنا في إصدار الشعر، نعم، رغم أنه أصدرت 3 روايات قبله، لكن في الشعر كلما كتبت قصيدة كلما وجدت أن ما كتبته سابقاً لا يرقى لأن يطبع، وهكذا وجدت نفسي غير قادرة على طباعة الديوان. نعم. هذا الديوان له حكاية، لذلك تجرأت على طباعته. نعم. هذا الديوان هو الديوان الفائز في جائزة الشارقة الثقافية للمرأة الخليجية كمسودة، نعم، الديوان. ممتاز. فعندما أرسل لي الإعلان لم أكن أنوي المشاركة، كنت أقول لنفسي أنا لا أملك قصائد لأشارك بها في مسابقة، ولكن تم الإلحاح علي من البعض وشاركت، والحمد لله فاز بالمركز الأول. خذينا إلى هذا الديوان وإلى أولى القصائد التي تفتتحين بها هذه الحلقة من بيت القصيد، إلى القصيدة الافتتاحية، تفضلي. أه
هذه القصيدة بعنوان للموقد حطبا. أستأذنك فقط أن ترفعي صوتك قليلا أثناء الإلقاء، تفضل. يجرحني أني لا أملك مقصلة أطعمها الموت متى اقترب، لا أكبر كسماء تبكي كي تطفئ بجنون حربا، كي تنبت رسلا أو كتبا، لم أخلق وطنا أو أرضا لأضم بدفء مغتربا، لا أصبح أما للحافين من الأطفال من كان الشوك لهم قدما، من زرعوا الصف حقيبة حب وانسلوا في العتمة شهبا، من زرعوا الصف حقيبة حب وانسلوا في العتمة شهبا. يحرقني البرد، يحرقني البرد وفي الكبريت حكايا الدفء بدت، يحرقني البرد وفي الكبريت حكايا الدفء بدت ذئبا، والصدق بها أمسى كذبا، تكسرني الرجفة والأطفال حديث الصمت مع البارود يفض الملعب والعتبا. يا رب الثلج، يا رب الثلج ورب الخوف ورب الدمع ورب الموت وربا ما رد لنا سببا، خذني والبرد حصار، خذني والبرد حصار معطف صوف أو دفء سرير، أو خذني للموقد حطبا، أو خذني للموقد حطبا. حطبا، هذه الرغبة بتضحية بالذات من أجل منح الآخرين من المجروحين الدفء والشعور بالأمان والطمأنينة، كم هو قاس العالم الذي نعيش فيه، هل تتفقين معي؟ جداً. كيف لنا أن نحب بعضنا بحق فيما يتجاوز فقط الكتب والمؤلفات؟ نحن كعرب وشعوب كيف لنا أن نؤسس فعلا فكرة الحب؟ هل ينقصنا شيء؟ خير إجابة، لا ينقصنا شيء، لا ينقصنا شيء، ربما ينقصنا الحب، الحب أن نحب الآخر كما نحب أنفسنا. ما الذي يجعلنا نبكي عندما يموت شخص لا يموت لنا بأي صلة إلا روابط الدم البعيدة وروابط العقيدة وروابط العروبة الإنسانية قبل كل شيء. نعم. الإنسانية، نحن عندما يموت شخص في أقصى الدنيا نبكي عليه، عندما يموت في تفجير انتحاري مثلا. لا تحب الموت، لكن أحيانا تجد نفسها للأسف جزءا من هذه اللعبة، بعيدا عن هذه التفاصيل التي ربما تكون مزعجة، إلى القافية التي اخترتها وهي قافية الباء التي تعكس حالة الغضب الإنساني تجاه قضية لا يملك لها حلا أو إجابة، فكانت إجابتك بهذه القصيدة. هل تفسرين أو تصنفين نفسك امرأة ثائرة أو متمردة إن صح التعبير؟ أصنف نفسي إنسانة فقط. نعم. كل ما عدا الإنسانية يعيدني إليها، أو كل شيء آخر يعيدني الإنسانية، سواء الثورة، الحب. إن لم أكن إنسانة بالأساس فأنا لن أكون أي شيء آخر. ألا تتفقين مع من يرى بأن هناك عددا لا بأس به من الشعراء يعيش في عالم آخر لا علاقة له بما يحصل، لا علاقة له لا بوجع إنسانية، لا بوجع أهل، لا بوجع أبناء دين، لا يتفاعل مع هذه الأحداث ميمنة ويسرة، لا برأي ولا بقصيدة، بما يفيد شعره باعتقادك؟ تجارة ربما. تجارة، بعض الشعر تجارة، بعض الشعراء يكتبون للجمهور، الجمهور الذي يحب أن يضحك مثلا. يا إلهي، أيوة، يعني وصلنا إلى هذه الدرجة. صحيح، كم أكثر الشعراء جمهورية هم المضحكون، من يكتبون قصيدة عبارة عن مهزلة أو نكتة. هل باعتقادك أن هناك من يسعى إلى تسطيح وتسخيف المشهد الشعري ومكانة وكينونة الشعر في نفوس أبنائه؟ كسعي منظمي لا أملك إجابة، ولكن كشخصي أو كأفراد نجد الكثير من الشعراء يفعلون ذلك. يفعلون ذلك ربما ليس عن قصد بتسطيح القصيدة أو
وإنما كل ما يفعلونه هو كسب الجمهور. نعم. الجمهور لا يريد أن يحضر إلى أمسية ويسمع قصيدة تجعله يخرج حزينا، يريد أن ينسى ويضحك ويخرج مبتسما ويتذكر ويتداول المقاطع المضحكة، وهكذا الكثير من الجمهور وليس كل الجمهور. نعم. لذلك نجد هؤلاء الشعراء، يعني عدد من الشعراء أصبح يعني يقدم نصوصه للمتلقين وفق قاعدة ما يطلبه المستمعون، يعني صحيح. وما يطلبه صحيح. المشاهدون. نحن لا نريد أن نفرض عليك الآن قصيدة كي لا نكون من هذا اللفيف ونترك لك حرية قراءة القصيدة التي تحبين، ولكن مرة أخرى أستأذنك برفع صوتك وبرفع صوتك قليلا إلى القصيدة. المشكلة تفضل. أن صوتي إن رفعته خذي راحتك، لا مشكلة، لن أكون شاعرة. هاوي تفضل حتى يسمعك أو حتى يسمعك جميع المشاهدين. ما القصيدة الجديدة؟ عنوانها، مضمونها، فكرتها؟ هل تفضل عنوان الديوان؟ نعم. واد غير ذي بوح. نعم. هذا عنوان القصيدة الجديدة. نعم. إلى الوادي لنرى إن كان بواحاً بما اختفى في وما تخفى في نفس الشاعرة، أو ربما لا يبوح. إلى هذا الوادي إذن. بواد غير ذي بوح تلوت الشعر خلف قوافل الأمطار، أيقظت الغمام صرخت أيني، لم أعد تلك الصغيرة خلفها يجري الفراش إلى الحقول حمامة للسلم يجنح حلمها، ما عدت أبكي كلما فتشت عن لغتي وطاف الصمت والموتى. ما عدت أبكي كلما فتشت عن لغتي وطاف الصمت والموتى. يحوم الخوف حولي، يحوم الخوف حولي، من يبدده تهش عصاه أصوات المدافع ريثما أجري وأختبئ. يحاصرني الضباب، يحاصرني الضباب، أتوه عني يستفيق الدمع، يقطفني الوداع المر، أنفاس الصبايا كوخنا المبني خلف التل سرا. متعب هذا الدوار، متعب هذا الدوار، ولا بحارة تدندن الذكرى، الله الله، فيصغي الرمل. متعب هذا الدوار ولا بحارة تدندن الذكرى، فيصغي الرمل، الله الله، حين أدس أقدامي لأبني قلعتي والموج يهدمها، فتضحك للقواقع والنوارس في استباقي للغروب، وأصدقائي نرتوي الضحكات أطفال بطعم التوت والدراق، أطفال بطعم التوت و والدراق، لا حد لهذا الحب، لم تروي لنا الجدات عن دين يبيح القتل، لم ندري عن التاريخ أو صفين أو قرآننا، غرست رماح الفتنة العمياء في آياته العظمى، بقينا كالحكايات التي صمتت قبيل الفجر، ماتت شهرزاد فمن سيكملها. الله. بصير بصير أم تراه القصف أعمى، لم يرى ثوبي وقد رقصت به غجرية ثكلى، وخالط رقصها وقع البكاء على دمي، يصاقة الزيتون أغصانا وأوطانا، بحجم الموت يختصر السؤال الصعب، يصاقة الزيتون أغصانا وأوطانا، بحجم الموت يختصر السؤال الصعب، هل للحرب أجراس فنقرعها لنحيا؟ هل للحرب أجراس فنقرعها لنحيا؟ لنحيا. هل للحرب أجراس فنقرعها لنحيا؟ ليتنا نملك أجراسا لإيقافها، حتى يكتب لكل أبناء هذه الإنسانية الحياة. يبدو أنه ألم شديد يتجذر ويتبعثر داخل روح الشاعرة، هذا الشعور بالألم المستمر المصحوب بشيء من الهلع على حال الإنسانية، متى سيشفى باعتقادك؟ عندما أموت ربما. يا لطيف، ربما يصنفك بعضهم أو بعضهم سوداوية، لماذا هذه الإجابة عندما أموت ربما؟ يا رجل، عندما ترى أطفالا ممزقين في الشوارع، لماذا لا تهبينهم الحياة؟ ربما أنا هنا أهبهم الحياة. نعم. ولكنهم يستحقون أجمل من هذه الحياة.
أنت مؤمنة بأن هناك الكثير من المظلومين في هذا العالم الذي ينبغي أن نؤازرهم، نقف إلى جوارهم. أكيد. لكن الوقوف إلى جوارهم يتطلب أن نكون نحن أحياء متشبثين بفكرة الحياة. وأنا كذلك فعلاً. لا أن نقول الحل ربما يكون في الموت. أم أنك تبحثين عن الموت الذي يقود إلى حياة؟ أنا أقصد أن وليس الحل في الموت، أنا أقصد أنني لن أتوقف عن هذا الألم إلا عندما أموت، أما طالما أنا على وجه هذه الحياة أو هناك نفس واحد فقط سأظل أتألم لأولئك الأطفال أو على أولئك الأطفال الذين فقدوا ضحكاتهم في المدارس أو فقدت المدارس ضحكاتهم. أحسنت. الآن سنذهب أنا وأنت السادة المشاهدين حتى نتابع قصيدة لأحد الشعراء ومن ثم نعود، ما رأيك؟ تمام. إذن أعزائنا المشاهدين، نذهب الآن وإياكم إلى متابعة هذه القصيدة، الفقرة الاعتيادية في برنامجكم بيت القصيد. نذهب إلى قصيدة للوطن ومن ثم لنا عودة، لا تذهبوا بعيدا، كونوا معنا. إني هنا ظمأ على ظمئي، إني هنا ظمأ على ظمئي، فلترجعي لي هدهد النبأ. شمس الأنوثة في تفجرها لولا ندى عينيك لم تضئ، عينان خضراوان أنزلتا للمؤمنين بجنة سبأ. يا كعبك العالي يدق دمي ويحرك الصلصال في حمائي، يا صوتك المبحوح يجرحني ويفيض موسيقى على الملأ. لما اندفقت بنفسجا وأنا أحصي حكاياتي مع الصدأ، خفت التورط فيك، كم وله قد سال في لغتي ولم أشأ. أوشكت أصرخ يا معلقة في البرد هذا القلب فاختبئي، أوشكت أخطئ في مغامرة وأقول في عينيك مبتدئي، يا ليتني أخطأت ليلتها، بعض الصواب يعيش في الخطأ. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا الآن، ذكركم ضيفتنا هنا الحالة في استوديوهات الرافدين الشاعرة العمانية بدرية البدري. أهلا وسهلا بك مجددا. أهلا فيك. بالعودة إلى هذا الكائن الرقيق المسمى طفلا، الذي على ما يبدو أن له مكانة عميقة في وجدان الشاعرة بدرية البدري، وقبل الذهاب إلى الشعر، حدثيني عن نظرتك إلى الأطفال حينما تهوي من عين أحدهم دمعة. وكأن سحابة تسقط من السماء، أو كأن نجمة تفر هاربة. يا إلهي. هناك بكاء جميل أحيانا هو الذي نبحث عنه، كبكاء الطفل الذي يطلب من أمه أن تحضر له دميته مثلا، أو كبكاء الطفل في لحظة فوزه بمسابقة ما أو تحصيل درجة مدرسية جميلة يتباهى بها أحبابه ويتباهى بها أمام أقرانه. هذه هي الدموع اللذيذة كما يقول بعض الأدباء الحالمين، لكن هناك الكثير من الدموع القاسية، هل من سبيل إلى محوها؟ السلام والحب. هل هو كذبة؟ السلام؟ نعم. أم أكبر منا؟ أم نحن لم نره؟ أم هو لم يرنا؟ السلام هو الشيء الذي لن يحصل عليه إلا من يريده. لا يحصل عليه إلا من يريده. أما إن بقينا هكذا فلن نحصل على أي سلام، طالما نحن كل واحد منا يرى في أخيه عدو له فلن يكون هناك سلام. السلام
ليس سلام عالمي فقط، السلام أحيانا يكون سلام شخصي. السلام هو العلاقة بيني وبينك، عندما أحدثك كأخي تحدثني كأختك هنا يحدث سلام، عندما ترى في شاعرة منافسة لك هنا يهتز بعض السلام، نعم. عندما ترى خطأ في قصيدتي وتخبرني هناك خطأ انتبهي هنا سلام، عندما تبحث عن زلة ما في قصيدتي فتتباهى بها أمام أصدقائي، نعم. يختل ويتهاوى السلام، نعم. هذا السلام بين اثنين هو الذي يكبر وهو الذي يصغر إن صغرت المساحة أو السماء الشاسعة بداخلنا. جميل هذا المعنى، إذا صغرت أو تقلصت المساحة أو السماء الشاسعة بداخلنا. دعينا نتحدث الآن عن قصيدة جديدة لك، قبل أن تقرأيها أن تخبرينا عن سبب انتقائك لعنوانها، قبل قراءة القصيدة إلى العنوان وترجمته، تفضل. أصعب ما في القصيدة العنوان، نعم، هو آخر ما تفكرين به. أفكر به، ربما يأخذ وقتا لا يقل عن وقت القصيدة أحيانا. صحيح، لأن العنوان هو كاسمك، جوهر كاسمك النص. كما يدل اسمك عليك، من هو، نعم. مصطفى، من هي بدرية، نعم. كما يعني اسمي أرى فيه شيئا يمت لذاتي، أيضا العنوان في القصيدة يجب أن يخبر الآخرين عنها. تفضلي إلى القصيدة وأخبرينا عن عنوان، ما هو عنوانها بالبداية؟ مصباح النبوات. ولماذا كان هذا العنوان؟ الآن الإجابة حلت، تفضل. الإجابة في القصيدة. إلى القصيدة إذن، وهذا مهرب ومفر الشعراء، الإجابة بالقصيدة، وقبلنا إجابتك. إن لم تجد الإجابة في القصيدة، أنا واثق أنني سأجدها، ولكن أتمنى على المشاهدين أن يجدوها معي ولا شك في ذلك. إلى القصيدة، تفضل. عطفاً على الحب تتلو الحب آياتي، وشوش الزهر أجري كالفراشاتي. عطفاً على الحب تتلو الحب آياتي، حلو. وشوش الزهر أجري كالفراشاتي، أنا الصغيرة ألعابي على كتفي تدور ترقص نشوى باعترافاتي، أكملت أعوامي ما عدت أذكرها، ما هم عمرا مضى دون اهتماماتي، الحب أعظم ما يجري على شفة من الجنون ورشف للحكايات، لما عشقت كأن الله أرسلني إلى السماء ولي رقت سماواتي، الله. ورحت أقطف من أثمار مسبحتي دينا رأى العشق مصباح النبوات، ورحت أقطف من أثمار مسبحتي دينا رأى العشق مصباح النبوات، أسامر الليل لما يستوي أرقا بشبهة الظل يلهو وهج مشكاتي، أبحرت في العشق من ياء إلى ألف، الله. كل الخرائط عكس في مساراتي، أبحرت في العشق من ياء إلى ألف، كل الخرائط عكس في مساراتي، الله. غرقت حتى اشتهيت الموت يلبسني، أستنجد الماء يخلو باحتراقاتي، عني أفتش علي أقتفي أثري بأي بحر رمى النسيان مرساتي، وأي ريح تغض الطرف عن سفن تراود الموج عن طوفان، هل آتي تمرد البوح والكتمان فاستبقى، تمرد البوح والكتمان فاستبقى باب العيون ولم تجدي مداراتي، تمرد البوح والكتمان فاستبقى باب العيون ولم تجدي مداراتي، نصف الأحاديث يلهو فوق حنجرتي والنصف أسلم للتأويل أبياتي، لله كيف التقى ضدان واستويا رهن الجنان وهما رهن الغوايات، لله كيف التقى ضدان واستويا رهن الهدى وهما رهن الغوايات، أورقت مثل حمامات
وأجنحتي تطوي السماوات بعدا عن مداراتي في وجهي المستدير احتررت من فرح تنمو الحقول حفيفا وابتساماتي لا شيء إلا كالأقمار أبصرني لله كيف رأته العشق مرآتي كل الكواكب في عيني قد سجدت للحب لما رأت سحر البدايات الحب لما رأت سحر البدايات وفي النهايات كل السحر أيضا وما بيننا نهاية ولكن لابد من فاصل واستراحة قصيرة الآن بعدها نواصل ما تبقى في جعبتك من قصائد جميلة تودينا إلقاءها ما رأيك؟ إن شاء الله أعزائنا المشاهدين إذن نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل لا تذهبوا بعيدا يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز جدا من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد رفقة الشاعرة العمانية بدرية البدري ولفلسطين في قلبك مكان ولأبنائها وزهراتها دمعة خذينا إلى هذه الدمعة سنذهب إلى رزان رزان النجار نعم تلك التي بكى عليها العالم كله رزان النجار هذه مسعفة فلسطينية صحيح قتلها الاحتلال الصهيوني حينما كانت تسعف أحد المرضى في مسيرات العودة قبل حوالي عام وشهر تقريبا صحيح تفضل وقبضت من أثر النبوات اليقين بأن في القدس الصلاة وأن في الموت الحياة وأن ضحكتك الجميلة في الجنان تصير أجمل وبأن عينيك الوضيئة جنتان رزان ردي على الله السلام الله ردي على الله السلام وأخبريه إليه عدت وأمك الثكلى على وجع تنام لعل من دمك الطريق يقود للقدس الشريفة للصلاة أنت على يقين ونريد أن نتكلم كلام واقع لا كلام شعراء ولا كلام حالمين ولا كلام عاطفي مبالغ به وإنما كواقع هل ترين أن الصلاة في القدس قريبة أم أنها تحتاج إلى سبب؟ إلى أمنيتك إذن في هذا الموضوع أشياء كثيرة أو أسئلة كثيرة تطوف ببالي ولا أجد لها أجوبة إن نظرنا للحال والواقع العربي سنقول أننا لن نصلي في القدس يا الله. ولكن وعد الله آت متى؟ كيف؟ قل عسى أن يكون قريبا. قل عسى أن يكون ذلك قريبا وهذا ما نتمناه أن يكون قريبا كلمينا عن عمان التي تحبين من روح شاعرة ومن تلقاء وعفوية ابنة وفية لوطنها عمان هي السلام هي حمامة السلام في هذا العالم ربما يعرف الجميع أن سياسة عمان تقريبية تجمع النثار دائما صحيح تحب أن تقرب هي كل الخلافات أينما وجد خلاف
تتدخل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة لحل هذه الخلافات، إن لم يكن سوى هذا السبب فقط لحب وطني فهو يكفي أن أحبها، لأنها رسالة سماء، رسالة سلام إلى هذا العالم. ولكن هي كلها، كل ذرة تراب في تلك الأرض تستحق مني الحب. حدثينا عن بركاء. تفضل حدثينا قليلا عن بركاء وأنت منها. بركاء هي منطقة، أمي، أبي، أخوتي، أطفالي. هي منطقة أم مدينة؟ هي بركاء مدينة. نعم. وأنا في قرية تسمى البلة. البلة هي زهرة الليمون. نعم. أحسنت. جميل. أنت تحبين فكرة الانضمام إلى الوجع العربي في ظل ما يعيشه الناس جميعا، رغم أن بلدك آمن مطمئن وهذا ما نتمنى أن يظل دائما. شعورك حينما ترين الوجع العربي، هذا النزف المتواصل، هذا الألم الذي لا تبصر أو لم تبصر نهايته إلى الآن؟ نحن جزء من هذا العالم، لا يمكننا أن نفصل. هل يمكن أن تمشي برأس فقط بلا جسد أو بيد فقط؟ لا، أنت كل متكامل، لا يمكنك أن تعيش منفردا في هذا العالم. وإن كنت تحيا اليوم في سلام مثلا أو في رخاء، لا تعلم ما الذي يخفيه لك الغد. كل هذه الصراعات، كل هذه الحروب، إلى أين ستوصلك؟ يوما ما إن وقفت مكتوفا متفرجا ستصل إليك. عليك أن تسعى لنشر السلام، عليك أن تسعى لنشر السلام، لأنك إن لم تسعى فيوما ما وإن وقفت مكتوفا فإن هذه الحروب ستصل إليك. صحيح. جميل هذا المعنى الإنساني العميق، وفيه من النصح القويم ما فيه إلى الشعر مجددا الآن. إلى الحب. تفضل. أنا لا أحب الشعر، أنا لا أحب الشعر، لكني أحبك هكذا دوما تشاكسني، تمرغ خد أشعاري بوجه الأرض، تفجع قلب قافيتي، تشل النبض أغضب ملأ هذا الكون تضحك. ولا أحب الشعر لكني أحبك، أنا لا أحب الشعر لكني أحبك هكذا، أجري بعيدا خلف أسراب القصائد، خلف أغنية قديمة بانتظار الموت في عينيك، أو تخليد صوتي في مراياك العتيقة كي تراني. كلما أيقظت وجهك في الغياب، وكلما ضحكت قناديل بوجه الليل، أو صمتت حكاياتي طويلا قبل أن تأتي كطفل. لا أحب الشعر لكني أحبك، أنا لا أحب الشعر لكني، ولكني كمن جرحت حقيقته الوحيدة، كالخريف يجر صفرته ويبكي، تسقط الأوراق من عينيه تتركه، وتمضي كالرمال بغير صوت، تسأل الأمواج عوده، لا تفكر كم يخون البحر عينيها بعيدا، كم تراوده الموانئ، عله يوما يسافر دون أن ينسى حقائبه. تصلي لا أحب الشعر لكني أحبك، أنا لا أحب الشعر لكني تعلمت الغواية حين أغرتني بعينيك القصائد. لم أنم في ليلة الأولى أقلب في الدفاتر بعض شعر يستحق أمام عينيك المثول، ووقفت مشدوها أقول ولا أقول، ستضحكين وربما حتى نشيب، ستذكرين حبيبك المخبول، تخذله القصائد حين تبدين القصيدة، والوحيدة من يجيء الشعر مكسورا يردد لا أحب ولا أحب ولا أحب ولا أحب ولكني أحبك. ومن لا يحب الشعر وإن كنا صرحنا بعدم الحب في أبياتنا، إلا أنها يعني حكاية ممتدة لجرح مفتوح لا يمكن أن يندمل. صحيح. حكاية الشعر مع الشاعر، فإن قال للقصيدة لا أحبك فهو يعني أنه يحبها أكثر. الآن حينما نتحدث عن البعد الإنساني في القصيدة العربية الحديثة، وإلى أي مدى
الشاعر العربي بحاجة لأن ينغمس أكثر في المضامين والقيم الإنسانية باعتقادك؟ كما أخبرتك سابقاً، الشاعر هو الإنسان، إن لم يكن إنساناً فعليه أن يقذف نفسه في البحر، أو وأنا ذاهبة إلى الطائرة عايدة لعمان سأقذف نفسي في السماء. سيكون عبئاً على البحر إذن بهذه الحالة، لأن البحر يبعث الحياة. أخشى أن ترقب الأسماك أكله. ربما كان كذلك أيضا. جميل هذا التشبيه. أذينا إلى نص جديد، ولعلني أكون دكتاتوريا معك هذه المرة، ونود أن نسمع منك نصا عموديا إن توفر. تفضلي. نعم، لك الآن حرية انتقاء ما تشائين وفق ما اخترنا. تفضلي. نص بعنوان قيامة. قيامة. أصغيت حين أتاك وحي فانجلى صوت الهداية كيف أبحر بي إلى عينيه تسكبني صلاة مرة وتأم قافيتي بذنبي أولى أرما أم الله الذي لما رمى سرت الحياة بمقلتيه تأملا طعما يقص لي السراب حكاية للارتواء فهل تمثل جدولا كالبحر كان دوارنا لا ينتهي من سكرة والكأس بالقلق امتلا. الله الله. أيني تركت القلب رهوا ما أتى فكأنما آتي دوني أقبلا أغمضت خوفي لا أراه ولا أرى إلا الذي بهداه ضلل إذ تلا ما أسلمت روحي لشيء مثل ما أسرى بآي الحب لما رتلا آمنت ما أسلمت روحي لشيء مثل ما أسرى بآي الحب لما رتلا آمنت ثم كفرت ثم أنبت هل توب لمن أمر الهوى ونهاه لا. في قلبه يقف الخشوع ملبيا أن يظن بحدسه إذ أولا ألقاه في وجهي فتبدأ وجهتي أرقى بها في كل وحي نزل ألقاه في وجهي فتبدأ وجهتي أرقى بها في كل وحي نزل للدرب أعمى لا النهار قضى هنا والليل ثوب ظلامه قد بدلا صليت سرا ثم جهرا ليتني ألفيت ما صليت حين تبتلا. الله. ليتني ألفيت ما أبقيت حين تبتلا. ليتني ألفيت ما صليت حين تبتلا. أين الحقيقة؟ ما رأيت سواه في صدري ورب العشق ذاب توسلا يفنى المحب وليس يفنى وجده حتى إذا ما الفعل ذرة قولا لما تفاجأ بالقيامة عاشق للحشر ود بأن يساق مقبلا. الله. أو مكبلة. مقبلا. مكبلا بالحب. جميل. أحيانا يكون للمعاني الصعبة أو الكلمات التي تدل على معنى ربما لا يروق للمتلقي يركبها الشاعر بلغة يحببها إلى قلبه، كهذا الذي يساق مكبل، أو كتلك السماء الواسعة التي يحملها الشاعر بقلبه حزنا على الأطفال في هذا العالم المترامي أطراف أوجاعه. الآن لنتحدث عن صنعة الإنسان التي يتولاها الشاعر. كيف يصنع الشاعر روح الإنسانية في نفوس الناس؟ كيف يوقظ هذه الإنسانية؟ المهمة المستحيلة أم أنها سهلة؟ هي ليست مستحيلة وليست سهلة أيضا. نعم. لنقل أن القصيدة هي الروح التي يحاول الشاعر نفخها في الأجساد البشرية المتحركة في هذا العالم، فإن كانت هذه الروح مليئة بالحب والسلام وصلت بالحب والسلام إلى تلك الأرواح أو تلك الأجساد المتحركة. بعض القصائد موت، بعض القصائد دمار، ولكن
القصيدة الحقيقية هي الحب وهي السلام. هل الأمل لا يزال موجوداً بتحقيق ذلك؟ نعم. إلى أي مدى تؤمنين بفكرة وجود الأمل وأنه يتجاوز كونه مصطلحاً أو كلمة تعبيرية وإنشائية وبديعية؟ أنت تراني الآن أمامك صحيح؟ تفضلي. تراني أمامك؟ نعم. إذن الأمل موجود. الأمل هو وجودنا في هذه الحياة. نعم. طالما نحن أحياء الأمل موجود، طالما نحن قادرين على العمل والتفكير في الغد إذن الأمل موجود. متى سينتهي الأمل؟ عندما تخرج هذه الروح من هذا الجسد. حتى وإن خرجت الروح من الجسد فإنها تمتد إلى عوالم مفتوحة. نعم، ستنتقل إلى أجساد أخرى، لا نقول من خلال، تنتقل من خلال قصائدنا، من خلال ما نتركه من أثر. هذا الأثر الذي تتطلع الشاعرة العمانية بدرية البدري إلى إبقائه، لو توصفينه وتوظفينه في جملة واحدة ماذا تقولين؟ الأمل هو الحياة. الأمل هو الحياة. الآن لدي 5 مفردات سأطرحها أمامك، كل مفردة تعرفينها بما لا يزيد عن يعني فقرة كلامية، لا تزيد عن سطراً لو دونت، بعيداً عن تعريفاتها المعروفة. تعلمني الاختصار وأنا شاعرة، بعيداً عن تعريفاتها. لا، خذي راحتك، ولكن نريد تعريفات بعيدة عن التعريفات الدارجة والمعروفة لهذه الكلمات، فسريها من تلقاء نفسك وكيف تشعرين بها. الطريق. الأمل. الطريق هو الأمل. نعم. الصديق. الكف التي استند عليها وأنا أمشي. الكف التي تستندين عليها وأنت تمشين. الشمس. الحق أو الصدق. الأم. الحياة. فقط الأم هي حياة فقط بالنسبة للشاعرة بدرية البدري التي قالت سأسهب بالإجابات وأنا شاعر. الأم هي الحياة، حياتي يعني، هي الحياة كلها. السفر. متعة وحنين للوطن. إلى حنينك لوطنك وقصيدة ختامية ليتها تكون وطنية، وحبذا لو كانت عن وطنك أيضا إن وجد، كمسك للختام. تفضلي إلى القصيدة الأخيرة. اقرأي ما تحبين. حسناً، لن أقرأ قصيدة وطنية لأنه الوطن أكبر من قصيدة تقال في برنامج. أنا أعذر، ولكن لابد للسادة المستمعين أن يكونوا شهوداً على حبك لوطنك، وهي الأمانة، حب الأوطان التي نود يعني إخبار الجميع بها حتى يتخلقوا بها ويؤمنوا بها ويعملوا من أجلها. حسناً، لنقل قصيدة عن وحيد بعيد عن وطنه. تفضل. مساءً يصحي الوحيد غيابه، يراقب جدران غرفته الباردة وشقا يسرب للضوء سره، يحدث صمته، يثرثر عنها حبيبته حيث خطت على الرمل وجهه، تقاذفها الموج ما رد بعضه. صباحا يهدئ للرمل روعة، وحيدا يرتل ضعفه، يهش النوارس، يجري ويجري، تبعثر بعض الحكايات خوفه، يغني له الغيم يبكي، ويمضي سريعا يطمئن حتفه، بعيدا بعيدا يغني الوحيد غيابه، بعيدا بعيدا يغني الوحيد غيابه. كزنبقة في الشتاء تغطت، تخبئ في الثلج سر الغواية، تخبئ في الثلج سر الغواية، إذ الدفء لا شيء، لا كف لا دم على آية يتلى، فينبض شيء يسميه قلبه، ينام غريبا يفتش في الليل عن بعض، بعض يعانق بعضه. ينام غريبا يفتش في الليل عن بعض بعض يعانق بعضه.
يعانق بعضه، لابد من رسائل قصيرة سريعة الآن في ختام هذا البرنامج. رسالة مسجلة على الشاعرة العمانية بدرية البدري، مسجلة للتاريخ طبعا، توجهها إلى بلدها عمان، سلطنة عمان التي تحب ونحب الطبع. تفضلي، ماذا تقولي؟ أنا أحبك وكفى. رسالة إلى كل المجروحين المهمومين المكلومين في هذه الدنيا، والتي يعني تحملين همهم في قصائدك. يوما ما هذا الجرح سيبرأ. ورسالتك للإنسانية، أو هي وصية محب؟ حافظوا على الإنسانية. حافظوا على الإنسانية، هذه هي العبارة الأخيرة أو الوصية الختامية في نهاية هذا اللقاء الذي تفضلت بها الشاعرة بدرية البدري من سلطنة عمان. للأسف نفد الوقت، كنت أتمنى أن يطول ويطول أكثر بحضرتك لنستمتع بجديد القصائد، ولكن هكذا هي الحياة، بداية ونهاية، لقاء وفراق، على أمل تجدد اللقاء، أليس كذلك؟ إن شاء الله. نتمنى على الأيام أن تتسع بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذا اللقاء. جدا كنا سعداء بتشريفك لنا في بيت القصيد عبر قناة الرافدين. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم الجميل، بإطلالاتكم وإطلالات ضيفتنا. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم عبر حلقة جديدة من برنامجكم بيت القصيد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.